بفضل انخراط كافة الفاعلين المعنيين بعملية العبور مرحبا 2022، انطلقت مرحلة ذروة العودة لهذه العملية في ظروف ملائمة. عشرات السيارات تلج ميناء طنجة المتوسط للمسافرين كل يوم، حاملة مغاربة العالم وذويهم للتوجه لبلدان المهجر بعدما قضوا عطلتهم الصيفية بأرض الوطن. العطلة اون جينيرال عموما دازت مزيانة الحمد لله، شفنا العائلة وكلينا القيصة من خير بلادنا، ودابا حنا راجعين ديال المهجر العمل ديالنا، والعام الجاي ان شاء الله كنتمناو عاوتاني نرجعوا لأرض الوطن. إجراءات عبور سلسة وتعبئة وسائل لوجستية هامة وتعزيز الموارد البشرية على مستوى أهم المراكز بالميناء تمت تهيئتها لهؤلاء المسافرين لتفادي الازدحام المروري الذي يشهده الميناء بشكل دوري خلال هذه الفترة من السنة. كل شيء داز بخير وبخير الحمد لله. لحد الآن الإجراءات كاين شي شوية الناس لو 25 راه كلشي راجع بحالاته، الحمد لله كلشي داز بخير. التعامل كان مزيان، شرحوا لنا من الاول كومون سا سباس الحمد لله. فاش دخلنا كانت تسهيلات، وحتى دابا الحمد لله جينا حاولنا نضب كري باش نجيو، ولكن الحمد لله تيبان لنا الامور غاديه كلشي مزيان الحمد لله. من اجل اداره كثافه حركه المرور والاركاب، ميناء طنجة المتوسط هي جدولة خاصه لحركيه العبور، وأتاح للمسافرين الاطلاع عليها من مختلف وسائل التواصل للتعامل مع حركية العبور المرتقبة خلال شهري غشت وشتنبر، خاصة في وقت الذروة بين 25 و 31 من غشت الجاري، والذي تسجل العملية خلاله كثافة عالية جدا خلاف الأيام الأخرى.